تعرف يا دكتور، انا مرة قريت حكاية في كتاب عن واحد راح زر بلد، فمر على المقابر لقى على كل مقبرة لوحة اللي مكتوب عليها عاش 16 شهر، واللي مكتوب عليها عاش 4 أشهر، واللي عاش 100 يوم بس. فسأل ايه حكاية الناس في البلد دي، ليه بيموتوا صغيرين كده؟ قالوا له لا، ده عدد الايام السعيدة اللي عاشوها في حياته، لاننا بنحسب عمر الانسان بعدد الايام السعيدة اللي عاشها بس. انا عشت 24 سنة سعيد، وانت السبب، خليت كل ايامي ضحك وسعادة، اديتني كل حاجة حلوة في العالم، اديتني كل اللي يتمناه انسان. تفتكر مش هبقى طماع لو طلبت من الدنيا اكتر من كده؟ انا لو مت هزعل على حاجة واحدة بس، اني مش هشوفك، واللي هتوحشني، مش هقدر اقدم لك الشاي الصبح ولا اشوف ابتسامتك. بس يبقى افتكرني، لاني دايما هفتكر احب انسان لي.